نذهب إلى الأزمة اليمنية، ولكن عبر الهاتف معنا من اسطنبول رئيس مركز يين يمن صالح الجبري. سيد صالح، مرحبا بكم. يعني هناك أنباء تتحدث عن مباحثات بين مبعوث الأمم المتحدة لليمن جريفيث وميليشيا الحوثي لتسليم ميناء الحديدة، لكن السؤال هنا سيد صالح، لماذا المباحثات الآن على الرغم من أن قوات الشرعية تحقق تقدما ميدانيا في اليمن؟ شكرا جزيلا، مساك الله بالخير لك والمشاهد الكرام. للأسف كلما تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدة جبهات تتدخل الأمم المتحدة كعادتها لإثناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولكن نحن نأخذ يعني بحسن النية بأن الأمم المتحدة تريد أن تسلم ميناء عدن أو أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وأنا أستبعد هذا الموضوع لأن هذا الموضوع تم نقاشه من حوالي أكثر من سنة حتى في عهد المبعوث السابق للأمم المتحدة ولد الشيخ، وبالتالي يبدو لي أن الحسم العسكري هو الذي سيسلم ميناء الحديدة والحديدة بأكملها لقوات الشرعية والجيش الوطني بعد أن أصبحت على بعد 10 كيلومتر، والدليل على ذلك قبل قليل تأتي الأخبار من عصبة صنعاء بأن طيران التحالف شن ضربات موجعة على مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء بعد خروج مبعوث الأمم المتحدة بعد أن تفاوض أو جلس مع الحوثي لنقاش مثل هذه الأمور، وبعد خروجه من العاصمة صنعاء تأتي ضربات طيران التحالف العربي لمواقع ميليشيات الحوثي. سيد صالح، يعني محادثات وقوات الشرعية الجيش اليمني والقوات أيضا قوات القبائل المتحالفة معه تشن يعني هجومات، وأيضا قوات التحالف تشن غارات جوية، هل تعتقد أن يعني الأمم المتحدة تتخذ مسارات تصب في مصلحة الحوثي أكثر منها في مصلحة الشرعية سيد صالح؟ الشرعية هي معترف بها دوليا من كل أنحاء من كل دول العالم، الحوثي غير معترف به. الحوثي في لحظاته الأخيرة، هناك أخبار غير مؤكدة يعني أو شبه مؤكدة، قبل 3 أيام تم ضرب موقع عسكري يتواجد فيه أبو علي الحاكم، وهذا الرجل الثالث في الحركة الحوثية وأيضا رئيس هيئة الأركان وهو أحد المطلوبين في القائمة 40 للتحالف العربي، وأخبار يعني شبه مؤكدة عن مقتلهما، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. وبالتالي يعني ليس من مصلحة الأمم المتحدة، هناك قرار من قبل قوى التحالف بالحسم العسكري، خاصة أن الساحل الغربي دعم بأسلحة حديثة ومتطورة لم تدعم أي جبهة أخرى. نعم سيد صالح، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صالح الجبري، على أي حال من اسطنبول رئيس مركز يين يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.